وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من المظاهر الحميدة التي نلحظها في هذا الشهر الكريم، وخصوصا في هذه العشر الأواخر من هذا الشهر، وإقبال الناس على قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وكذلك الإقبال على الاستماع إلى تلاوته ممن يحسنون قراءته ويجيدون تلاوته. وهذه سنة حميدة وظاهرة، أحمد الله عز وجل عليها جميعا، ونسأله أن يتقبل من الجميع. هذه الظاهرة، ظاهرة إقبال الناس عموما على قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى والاستماع إليه في هذه الأيام المباركات، ينبغي أن يصحبها شيء من الاهتمام بكيفية قراءة هذا الكتاب العزيز. نحن نقرأه ونداوم على قراءته، لكن ينبغي أن ينضاف إلى ذلك شيء من الاهتمام بكيفية قراءته قراءة صحيحة وتلاوته تلاوة صحيحة. والأمر ميسر إن شاء الله تعالى، لأن الإنسان إذا أراد أن يحصل شيئا في حياته يجتهد، قد يطول الزمن وقد لا يطول، لكنه في النهاية يصل إلى مبتغاه حينما يجتهد. كذلك حينما تكون له إرادة ويجتهد، تكون له عزيمة، فلا شك أنه سيتعلم كيف يقرأ القرآن وفي وقت قصير ووجيز، خصوص اليوم في ظل هذه الوسائل المتاحة للإنسان، وسائل التعلم، فيمكنه أن يتعلم كيف يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى في وقت وجيز. فلذلك فهذه فرصة ينبغي للإنسان المسلم ألا يفوتها على نفسه، أن يتعلم كيف يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لأن ذلك حينما يتعلم كيف يقرأ هذا الكتاب، لا شك أنه سيزداد ارتباطا به وتعلقا به، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى ليس كأي كتاب يأخذه الإنسان ويقرأه كيفما شاء كيفما اتفق له، لكن لا بد من أن يراعي الآداب والضوابط التي تقتضيها القراءة الصحيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. أن يقرأ هذا الكتاب بتؤادة، بترتيل، أن يعطي كل الحروف حقها من الإدغام ومن الغنة ومن التحقيق ومن التسهيل وما إلى ذلك من القواعد التي يعرفها أهل هذا الشأن، وهي قواعد يمكن للإنسان كما ذكرت أن يتعلمها حينما تكون له عزيمة وإرادة أن يقرأ القرآن الكريم بصوت جيد حسن، أن يحاول ما أمكن أن يقرأ القرآن وأن يحسن صوته، لأنه كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. رسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يقرأ القرآن الكريم بأصوات حسنة شجية مؤثرة، فلذلك كان يشجع أصحاب الأصوات الحسنة حينما يقرؤون القرآن، وكان يثني عليهم، وكان يحيل الناس على الاستماع إلى قراءتهم. فلقد مر يوما بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ شيئا من كتاب الله تعالى، استمع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجب بقراءته، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال في حقه: لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. لا
لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. ومزامير، المزامير جمع مزمار، وهو الصوت الحسن الجميل المؤثر. أبو موسى الأشعري لما استمع إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليه، فلما علم ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، أي لزدت في الصوت، لزينت صوتي أكثر، ولجملته أكثر، ولنمقته أكثر. هذا يدل على أن قراءة القرآن يطلب فيها أن تكون بصوت جميل، وأن من له صوت جميل فعليه أن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى بصوت جميل. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحيل على ابن مسعود، لأنه كان أيضا يقرأ القرآن الكريم بصوت حسن، كان له صوت جميل، فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيل عليه ويقول: من أراد أن يقرأ القرآن الكريم غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وابن أم عبد وابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ القرآن بصوت جميل. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: اقرأ علي ابن مسعود، كان يحب أن يسمع إليه. قال له: اقرأ علي. وقال لابن مسعود: كيف أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، خصوصا من لهم أصوات جميلة حسنة شجية مؤثرة كابن مسعود وأبي موسى الأشعري وغيرهما من الصحابة الكرام الذين كانوا يؤدون أصوات، يؤدون القرآن الكريم بأصوات شجية جميلة. إذن فالقرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتلى القرآن الكريم بصوت حسن، وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح الإمام البخاري: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن الكريم، من لم يتغنى بالقرآن الكريم. والتغني بالقرآن الكريم معناه تحسين الصوت وتجميله أثناء أداء كتاب الله سبحانه وتعالى وقراءته وتلاوته. إذن فتحسين الصوت أيضا مما يجعل الإنسان يرتبط بهذا الكتاب ويدفعه إلى دوام الارتباط ودوام الاتصال، لأن الإنسان مجبول على حب الأشياء الجميلة، على حب الصوت الجميل. صاحب الفطرة السليمة حينما يسمع كتاب الله سبحانه وتعالى بصوت شجي جميل لا شك أنه يتأثر ويكثر من الاستماع إليه، فهذا من شأنه أن يجعله دائما الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى، يتلوه ويستمع إلى من يتلوه، لا في رمضان فقط، في سائر الأيام والشهور. إذن فهذه أيضا من العوامل التي تجعل الإنسان يرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى ويديم ارتباطه به وتعلقه به، أن يتلوه بصوت حسن، وأن يستمع أيضا إلى من يقرأونه بصوت حسن. كذلك أن يحاول الإنسان وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى أن يستجمع ذهنه وفكره، وأن يعتبر نفسه المخاطب بهذا الكتاب، لأن الإنسان المسلم حينما يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ينبغي أن لا يعتبر نفسه محايدا، يقرأ القرآن الكريم كما يقرأ قصة أو كتاب في التاريخ أحداث مرت، إنما يقرأ كتابا يخاطبه، يعتبر نفسه المخاطب بهذا الكتاب. حينما يقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فيعتبر نفسه المخاطب بهذا الكلام، عليه أن يكون من الصادقين ومع الصادقين. حينما يتلو كتاب قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر الآيات، ينبغي أيضا أن يعتبر نفسه المخاطب بهذا الكتاب، فيأخذ ينزجر ويأخذ الأحكام التي
يتضمنها هذا الكتاب، تتضمن هذه الآيات الكريمات، حينما يطلو قول الله سبحانه وتعالى، قل يطلو قول الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا، أيضا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فينبغي كذلك أن يعتبر نفسه المخاطب بهذا الكتاب إذا كان له أبوان، فينبغي أن يتعامل معهما وفق ما يقتضيه القرآن الكريم. وهكذا إذن حينما يعتبر نفسه المخاطب فلا شك أنه سيستفيد من هذا الكتاب. كذلك عليه أن يسعى إلى أن يتدبر، أن يحاول فهم ما يقرأه من هذا الكتاب العزيز، لأن تدبر القرآن هو الهدف الأسمى. هذا التلاوة بهذه الآداب كلها وسيلة، وسيلة إلى التدبر. فلذلك الإنسان يثاب على مجرد التلاوة. التلاوة حينما يتلو الإنسان القرآن الكريم كيف ما كان مستواه، سواء كان يفهم ما يقرأه أو لا يفهمه، فالله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك، يثيبه على كل حرف من أحرف القرآن الكريم، كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أقول أن كل حرف من كتاب الله سبحانه وتعالى يعني فإن الإنسان فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول كما قال صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف، وهكذا. إذن فالإنسان حينما يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى يثاب على مجرد التلاوة، لكن هناك مستوى آخر وهو المقصود الذي ينبغي أن يستهدفه الإنسان بهذه القراءة، أن يتدبر القرآن الكريم، أن يحاول أن يفهم ما يقرأه، لأن الكتاب العزيز يخاطبه، والقرآن الكريم يخاطب المؤمنين جميعا. فينبغي للإنسان أن يسعى إلى أن يفهم شيئا من القرآن الكريم، إنه لا يليق بالإنسان الكريم أن يظل طول عمره يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى لا يفهم شيئا. يقرأ الفاتحة ويكررها مرات في صلاته، يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتان، ويقرأ غير ذلك من القرآن الكريم، ولكنه لا يفهم شيئا، لا من المعنى الظاهر للآيات، ولا من المعاني الأخرى الخفية، الأحكام التي تتضمنها هذه الآيات. فالإنسان المسلم خصوصا إذا كان يفهم الأسلوب العربي، يفهم اللغة العربية، عليه أن يفتح بعض التفاسير الميسرة التي تقرب معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يقرأ على الأقل الصور التي يقرأ بها، ويقرأ بها في صلاته، ويقرأها مرارا، بغي أن يفهم المعاني العامة لهذه الآيات. ثم إن هذا التدبر الذي هو مقصد من القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن بعض الأهداف التي من أجلها تنزل الكتاب العزيز إلى الأرض، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا كتابي، ليتدبروا آياتي. وفي آيات أخرى ينكر القرآن الكريم على من يقرؤون القرآن ولا يتدبرون، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. وهكذا إذن الإنسان المسلم حينما يقرأ القرآن الكريم ينبغي أن يتأمل، وأن يحاول أن يفهم، أن يستعين بالتفاسير الميسرة ليفهم المعاني العامة على الأقل للآيات التي يقرأها. هذه القراءة والإخوة حينما يتلو الإنسان بصوت شجي ويراعي أحكام التلاوة والقراءة، ويعتبر نفسه المخاطب بهذا الكتاب، ويركز يستجمع ذهنه حينما يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، ويستحضر أنه يقرأ كلام ربي العزة سبحانه وتعالى، وكذلك يحاول أن يفهم ما يقرأه من هذا الكتاب، لا شك أن هذه القراءة حينما يجتمع فيها اللسان يتلو، والقلب يعني يعقل يتدبر ويفسر، والقلب يتعظ وينزجر، لا شك أن هذه القراءة حينما تكون بهذه الكيفية ستكون مؤثرة، وستدفع الإنسان وتحمله على دوام الارتباط
بكتاب الله سبحانه وتعالى لا في رمضان فحسب بل في سائر الأيام والشهور. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين، والحمد لله رب العالمين.